السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا، مرحبا بكامل البنات اللي انضموا لقناتي. اليوم حبيباتي جيتكم بوصفه جديده سهله اقتصاديه كما تعودتوا عليا. دائما راح ندير فطائر محشيه في المقلاة بعجينه سحريه تجي بزاف بنينه سهله وتجي خفيفه، ويعني ما فيهاش مقادير بزاف كما راكم تشوفوا معايا، وفي الاخير تعطينا نتيجه ولا اروع. نوجدوا اولا العجينه تاعنا، نخلوها تخمر، ومن بعد نوجدوا الحشو اللي هو الحشو اختياري، كل واحدة دير واش تحب. انا نعطيكم فكرة وانتم تطبقوها في بيوتكم كيما تحبوا. وقبل ما نجوزو حبيباتي نعطيكم المقادير تاع الوصفة تاعنا اليوم. لاول مرة شافت القناة ديالي نطلب منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقها الجديد، واذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تبخلوش عليا، خلو لي جام وخلو لي كومنتير. نجوزو نشوفوا المقادير. بسم الله حبيباتي نعطيكم المقادير. هنايا عندي كاس ما دافي، كاس حليب دافي، ربع كاس تاع الزيت، عندي زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبيرة تاع خميرة، وعندي فرينة على حساب الخليط تاعي حتى يتلم. هنا كيلت بهاد الملعقة، ملعقة تاع الأكل كبيرة بصح ماهيش كبيرة بزاف كيما راكم تشوفوا معايا. وعندي الملح في الأخير أكيد. هاد العجينة راح تكون بلا بيض، راح تجي بزاف خفيفة وتجي بزاف بنينة. نتمنى تتبعوا معايا طريقة باش تنجح معاكم العجينة. نجوزو حبيباتي هنا لطريقة التحضير. أول حاجة راح نحط الحلمة والحليب، راح نحط الزيت، تحبوا تخدموا هنا زيت بزيت زيتون اللي حبوا تقدروا ديروا زيت زيتون. عندي زوج مغارف كبار تاع السكر، وعندي ملعقة تاع خميرة تكون كبيرة، إذا كان البرد بزاف زيدوا الخميرة. راح نخليها حوالي 5 دقائق ونرجع ليها حبيباتي باش نكمل الطريقه معاكم. بعد مرور 5 دقائق خياتي هنا نخلوها برك شويه تدفع الخميره تاعنا. انا نسيت ما قلت لكمش في الاول، نصف كيس خميره الحلويات باش تعطينا خفه للعجينه تاعنا. راح نحط فرينه، نحط فرينه بالتدريج، نحوسوا على يكون القوام تاع العجينه تاعنا يكون طري شويه. راح نحط ملح، راح نحط حوالي نصف ملعقه كبيره تاع الملح، هنا على حسب الكميه اللي ديروها نتوما في الاول، على حسب الكاس اللي تكيلو به. يعني هذاك هنا الكاس تاعي هنايا يرفد 200 مليلتر. نحط قلنا الملح، ونحط نصف كيس تاع الخميره. اللي ما عندهاش خميره تاع الحلويات تقدر تستغنى عليها ماشي مشكل. راح نخلط مليح مليح ونكمل نضيف الفرينه تاعي غير بشويه. هاد الفطائر راح يجيو بزاف بنان، راح يحبوهم الدراري اكيد، انا ولادي يحبوهم بزاف، يعني قد ما ياكلوا منهم ما يشبعوش، راح يجيو خفاف يجيو بزاف بنان. نتمنى انو تجربوهم. بعد ما كملت حبيباتي جمعت العجينه، هنا كملت جمعتها بيدي، راح نستعين بشويه زيت. غنحط شويه زيت في يدي وشويه فوق هنايا البلون دو طرافاي. راح نحط العجينه تاعي، راح نخدمها حوالي 2 دقائق برك باش تولي ملسه يعني من الفوق هكذا. العجينه تاعي مازالها طريه، راح تاخذ لكم فرينه حوالي 5 كيسان حتى 6 على حسب نوعيه الفرينه اللي راح تخدموا بها. العجينه تكون طريه بصح ماشي بزاف، يعني ماشي تتلاصق تلاصق، تكون طريه شويه كيما راكم تشوفوها بيت القوام تاعها، يعني عجينه طريه. حاولوا تخدموها برك غير هكذا شويه باش تعطيكم نتيجه مليحه في الاخير. ونخليها تخمر حوالي نص ساعه على حساب الجو عندكم، اذا كانت سخانه حتخمر لكم تمتم، المهم خلوها تخمر مليح حوالي نصف ساعه الى ساعه، خلوها ترتاح العجينه. نجوزو حبيباتي نشوفو الحشو تاع الفطائر تاعنا بعد ما وجدنا مع بعض العجينه وخليناها تخمر. نعطيكم انايا اليوم فكره كيفاش حنحشي هاد الفطائر، وانتم حبيباتي طبقوها في بيوتكم كيما يحبوا ولادكم ولا افراد العائله ديالكم. هنا تحبوا تزيدوا مقادير ولا تنقصوا مقادير كيما تحبوا نتوما. انا حندير 2 حبات بصل كيما راكم تشوفوا، جبتهم في سكرفاج هنايا، قطعتهم في سكرفاج. انا ولادي ما يحبوش كيكون البصل هكذايا باين في الحشو. عندي 2 حبات طماطيش يكون حمورة وطيبين مليح، قطعتهم قطع صغيرة. عندي حبة فلفل حلو
اخضر ولا احمر الى عندكم، لا تحبوا ديروا فلفل بليك ولا تخلطوا كيما تحبوا. هنا عندي وحده برك حبه، وعندي هنا شويه داند مرحي ولا دجاج ولا لحم، اي نوع تاع لحوم حبيتو ديروها ديروها. تقدروا تستغناو على اللحم، تحبوا تعوضوه بالطون ولا بشامبينيون ولا كيما تحبوا. يعني نعطيكم فكره برك خياتي. اولا راح ندب البصل مليح مليح، درت شويه زيت في المقله، راح نحط الزيت، عفوا حطيت الزيت، نحط البصل تاعي، نخلي البصل تاعي حتى يذبل شويه. بعد ما يذبل البصل تاعي شويه راح نزيد له لادند اشي، ومن بعد في الاخير باش نزيد الفلفل الحلو والطوماطيش باش يقعد دي الفلفل هكذاك شويه باين. ولي زيبيس حبيباتي راح ندير فلفل الكحل، فلفل عكري، راس الحانوت، وشويه زنجبيل. راح نكمل وجد الحشو ديالي ونرجع معاكم باش نكملوا الفطائر تاعنا. بعد ما طاب لادند ديالي خليت البصل دبل مليح، درت له لادند، خليته تاني حمصته مليح 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 حتى طاب كيما راكم تشوفوا هنايا، حتى شوفوا كيفاش تزربح هذاك لادند، ما بقاش لاصق مع بعضه. الا شفتوا هكاك قاعد لاصق مع بعضه لادند ديالكم، بالفرشيطه برك عبزوه حتى يتحل باش يجي على هذا الشكل. دوك في هذه المرحله خياتي راح نحط الفلفل، راح نخليه شويه برك واحد جوج دقائق ولا ثلاثه يدخلوا غير شويه طياب، ومن بعد نزيد له الطوماطيش. هنا حبيباتي راني حطيت المرحله الاخيره، راني حطيت الطوماطيش، حطيت لي زيبيس اللي هما قلت لكم فلفل الكحل، راس الحانوت، فلفل عكري، شويه زنجبيل والملح على حسب الرغبه. لي زيبيس ديروا واش تحبوا، زيدوا ولا نقصوا كيما تحبوا نتوما واش متعودين ديروا. هنا راح نخلي هذيك الطوماطيش حتى تطلق مليح مليح الماء ديالها، والحشوه هذا يشرب مليح هذوك لي زيبيس، وتكون الحشوه تاعي واجده، لازم تكون ناشفه خياتي، ما تخلوش فيها الماء، تجمروها مليح مليح، نسحقوها ناشفه باش ما تتقبلناش العجين في الاخير. انا راح نغطيها ونخليها حتى تطلق معها هذيك الطوماطيش وتنشف، ونرجع معاكم فيما بعد باش نكملوا نشكلوا الفطائر تاعنا. بعد ما طاب الحشو ديالي البنات، هنا نوري لكم لازم ما تخلو فيه حتى قطره تاع ما كيما راكم تلاحظوا معايا، لازم يكون ناشف، تجمروه مليح 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 حتى ينشف كامل الماء ديالو. دوك انا هنا نخليه يبرد لي، راهو سخون، راح نخليه يبرد لي مليح، نخليه يبرد تماما، من بعد ان شاء الله نعمر به الفطائر تاعي. كي يبرد الحشو ان شاء الله نرجع معكم. بعد ما خمرت العجينه تاعي خياتي والحشو ديالي راهو برد كيما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش خمرت ما شاء الله، راح نحطها هنايا فوق سطح العمل. العجينة تاعنا ما شاء الله طرية، راح نقسمها هنا الى دوائر صغيرة، الحجم اللي تحبوه، تحبوهم يجوا فطائر صغيرة ولا كبيرة، يعني راح نديرهم متوسطين، راح نقسمهم كامل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه راح ندير كامل الكويرات هكا ونحطهم في سنيوه، هاد السنيوه راني دايره فيها شويه زيت لانه العجينه تاعي شويه تلصق، راح نكمل نقطعهم كامل ونرجع معكم. بعد ما كملت شكلتهم كامل الكريات هنايا، دوك نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق فقط باش نقدر نفتحهم وتجيني الخدمه تاعهم سهله. كيما راكم تشوفوا هنا جاتني 11 الفطيره، الحجم تاعهم راح يكون متوسط يعني يجيو شويه كبار كيما راكم تشوفوا. راح نغطيهم ونخليهم حوالي 5 دقائق ومن بعد نعمرهم. نبدا بسم الله خياتي نعمر الفطائر تاعي، نحكم كوريه وحده كيما راكم تشوفوا، راح ندير شويه زيت غير هكذا فوق البلون دو طرافاي باش ما تلصقليش، راح نحاول نفتحها بيدي ولا بالحلال. العجينه ما شاء الله شوفوا راهي تترتق تحت يدي، يعني كي تخدموها مليح العجينه تاعكم راح تجي خفيفه ومهويه من الداخل، راح تعطيكم نتيجه مليحه في الاخر. نفتحها كيما هكذا، تقدروا تفتحوها غير بيديكم، العجينه يعني طريه ما شاء الله يعني هايله،
راح نحط كمية تاع الحشو، كمية تاع الحشو اللي حبيتوها. حاولوا تقسموا الحشو ديالكم على حسب العجينة. راح نحطو بهذه الطريقة، راح نخدم بهذا الفرماج. كاين بزاف المرة اللي فاتت كي درت الفطيرة تاع الفرن سقساوني واش من الجبن خدمت به. انا نحب نخدم بهذا الجبن، فيه ذوق شباب وفي الاخر راح يعطينا شكل شباب من الداخل كي تفتحوا الفطيرة، ويعطيكم ذوق رائع. راح نفتح واحدة ونحطها في الوسط. فوالا حبيباتي، راح نحطها هنايا. هنا تحبوا تخدموا باي نوع تاع جبن حبيتوه، تحبوا فرماج بلون ولا تحبوا فرماج جودا ولا شيدار ولا اي نوع تاع فرماج. راح نغلق الفطيره تاعي بهذا الشكل. حاولوا تحكموها بيان هنايا، غلقوها مليح. راح نخليها بهذه الطريقه، نرجعها في سنيوه ونخليها هكا، نكمل نعمر كامل الفطائر العجينه اللي عندي ونرجع معاكم. بعد ما كملت عمرت كامل الفطائر تاعي خياتي، هنا تجيبوا مقله تكون ما تلصقش من الاحسن. راح نخليها تسخن شويه، ندير لها بالبانسو هكذايا شويه تاع زيت، راح ندهنها هكذايا. من الاحسن ديروا كميه هكذا تاع الزيت، حطوها على نار متوسطة يعني ناقصة شوية على المتوسط، ما تزيدو لهاش بزاف. راح نحكم كوريا ملي درتهم قبيل كيما راكم تشوفوا هنايا وين غلقناها. راح ندير في يدي شوية زيت فوق البلون دو ترافاي، وراح نديرها من هذه الجهة هكذا. راح نخبزها كيما هكذا، نحاول انه نفتحها غير بالعقل باش ما يخرج لكمش الحشو اللي راهو لداخل. حاولوا تفتحوها من الجهة اللي غلقتو منها كيما راكم تشوفوا، الجهة اللي غلقناها راح تكون من الفوق بهذه الطريقه. راح نحاول نكسلها غير بشويه حتى تتفتح. بعد ما كملت فتحتها راح نرفدها غير بالعقل، وراح نحط الجهه هذه اللي غلقناها وفتحنا فتحناها يعني كي كنا نحكيها عفوا، راح نحطها هي من تحت ونزيد نخبزها هكذا شويه وهي في المقله. نتمنى تكون واضحه، يعني نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. صراحه احيانا ما نعرفش نشرح مليح، نتمنى تكونوا فهمتوني حبيباتي. كيما راكم تشوفوا هنايا راح نخليها تطيب على النار تحت المتوسطه باش تطيب لي من الداخل. كيما راكم تلاحظوا شوفوا هنايا جاو فيها هذوك الفقاعات، دوك نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. فوالا خياتي، يعني قربت لكم الكاميرا، شوفوا معايا يعني تجي هايله هاد العجينه، تجي مفشفشه. شوفوا الفقاعات اللي يجوا فيها هنا، تعرفوا بلي العجينه تاعكم ناجحه، تجي من الداخل يعني فارغه وتجي خفيفه بزاف. هاد الفطائر راح يجوا بزاف بنات، نتمنى انو تجربوهم. صراحه انا نحبهم بزاف، انا ولادي قبل ما ناكلو منهم ما نشبعوش، يجوا بزاف خفاف وهداك الفرماج يعطيهم بنه رائعه. بعد ما طابت من الجهه السفليه حبيباتي قلبتها هنايا، كي تكون طيب من الاحسن تقعدوا تحركوا فيها. انا قعدت نصور معاكم ما حركتهاش، من الاحسن انو تحركوها باش تعطيكم كامل لون واحد، يجي لون موحد هكذايا من الفوق. معليش ما فيها بس، المهم تكون طيبه. راح نحاول نحركها غير هكذا باش تعطيني لون شباب في الاسفل، يعني صراحه راح تجي خفيفه وتجي بنينه. راح نكمل نطيب الفطائر تاعي كامل بنفس الطريقه حبيباتي، ونرجع معكم فيما بعد كي نوجدهم ان شاء الله. شوفوا هنا حبيباتي كي قعدت نحرك فيها، شوفوا من الاسفل كيفاش راح تطيب، راح تعطيكم كامل لون موحد. راح تجي هكذايا لونها، تجي شكلها شباب ماشي كيما هاد الوجه هذا، يعني راح تجي رائعه كيما راكم تشوفوا. هنا برك حبيت نوري لكم يعني كي تحطوها وتقعدوا تواسلوها هكذايا في المقله راح تطيب لكم كامل بلون واحد. انا هذه سي بون راهي طابت، راح نحاول نطيبها شويه هكذايا برك من الجوانب شويه برك باش تاخذ لون هنايا في ليكوتي، مع انه هي العجينه راهي رقيقه يعني تمتم الطيب. المهم ما تزيدولهاش النار خياتي باش ما تتحرق لكمش من برا، ما طيب من بعد تقعد لكم لداخل خضره ما تطيبش العجينه. كيما راكم تشوفوا يعني تمتم تاخد لون، راكم تشوفوا معايا ما راح تشد منكم بزاف الوقت. انا رجعت معكم حبيباتي، هنا راني طيبت نصف الكميه تاع الفطائر تاعي كيما راكم تشوفوا، بقات نصف الكميه راني نطيب فيها. هنا حبيباتي حبيت نوريكم الشكل النهائي تاع الفطائر كيفاش يجوا، يعني صراحه يجوا ما شاء الله، نتمنى انو تجربوهم. صراحه العجينه تجي روعه كيما راكم تشوفوا، شوفوا تجي طريه، يجوا ما شاء الله. طيبوهم برك مليح يعني نقصوا لهم على النار خلوهم يطيبوا،
مليح من التحت ومن الفوق كما راكم تشوفوا، يجو خفاف. نتمنى انه تجربوهم لانه يجو بزاف بنان، يجو خفاف روعه كما راكم تشوفوا. شوفوا طيبين ما شاء الله، كما راكم تلاحظوا معايا العجينه رقيقه طيبه، هذاك الفورمات تشوفوا كيفاش دايب لداخل، يجو بزاف رقاق وخفاف. نتمنى انه تجربوهم. ما تنساش حبيباتي الا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تبخلوش عليا، خلوا لي جام، خلوا لي كومونتير. اللي مش مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. ما بقى لي غنقول لكم خياتي بقاو على خير الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.